السؤال الذي يخطر ببال الجميع، ولدي سؤالين يعني اختر أن تجيب على أيهما بالأول. موضوع أن لماذا تدخل مساعدات إذن لا تحتاجونها؟ يعني البعض يتحدث عن أن ما يدخل من مساعدات طبية هي عبارة عن فحوصات كورونا وبعض الأكفان، وليس هنالك ما هو فعلا بما يحتاجه فعلا قطاع غزة اليوم. والموضوع الآخر، إذا كان فعلا 17 مشفى و32 مركزا صحيا خرجوا عن الخدمة بسبب غياب السولار، وأنت تقول أنه ليس لديكم ما يكفي ليومين، لماذا لم يصل هذا السولار إلى هذه المشافي والمراكز الصحية؟ السولار الموجود لدينا يعني يوزع على كافة المرافق، لم يتم استثناء أحد على الإطلاق. بالنسبة للمشافي هناك تعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأيضا بالنسبة للأدوية. موضوع ما الذي تريده هذه القطاعات، أعتقد أنه يحل تم طرحه بالأمس أمام مفوض الأونروا السيد لازاريني الذي زار غزة حول هذه القضية التي تفضلت بها بالذات، وسيتم التشاور مع كافة منظمات الأمم المتحدة حول هذا الموضوع وسيجد حلا، وهناك اجتماعات أيضا مع كبار المسؤولين المصريين اليوم ستحدث مع الهلال الأحمر المصري حول هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع الاحتياجات، إسرائيل حتى الآن ترفض دخول وقود، يجب أن يكون هذا واضحا. لذلك نحن نستخدم ما هو لدينا الآن، خلصنا الكميات إلى الحد الأدنى، ولكن وصلنا إلى حدود أنه أننا لا يمكن أن نتواصل. ما الذي تريده غزة الآن؟ أنا أقول لك بالأمس حتى مفوض الأونروا عندما زار مراكز الإيواء، الناس كانت جوعة. يعني إذا الناس لم تموت بالقصف والتدمير ستموت بالأمراض وستموت من العطش والجوع في غزة. هناك بوادر خطيرة لنقص المياه الشديد حتى في مراكز الإيواء، ونقص أيضا في المواد الغذائية التي بدأت تنفد من كافة الأطراف. شكرا جزيلا لك سيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا من غزة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.